وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول منتدى مستقبل الاستثمار انضم إلينا في الاستوديو المستشار الاقتصادي حسام الدخيل. أهلا بك سيد حسام. يا أهلا وسهلا وسعيد بتواجدي على شاشة الأخبارية. سيد حسام بالتأكيد يعني المؤتمر يحظى باهتمام كبير يعني من قبل وسائل الإعلام أيضا مهتمين بالمال والأعمال، أيضا هناك حضور أيضا سياسي في هذا الملتقى، وبالتالي الآن المؤتمر في دورته الثالثة، كيف تنعكس أهمية هذا المؤتمر على المملكة العربية السعودية؟ بالتأكيد تأتي المنتدى في نسخته الثالثة بعد نجاح نسختين ماضيتين حظيت باهتمام كبير من جميع دول العالم. حضر رؤساء دول، رؤساء وزراء ومسؤولين ومدراء تنفيذيين لكبرى شركات العالم. أيضا هناك اهتمام كبير في هذه النسخة الثالثة، خاصة وأن السعودية حصلت قبل أيام على المركز الأول في تحسين إصلاحات بيئة العمل، وكذلك هناك اهتمام دولي من الإعلام وسموا هذا المنتدى بدافوس الصحراء نسبة إلى منتدى دافوس الدولي الذي يهتم به جميع رؤساء ومسؤولين دول العالم. جميل، يعني يمكن المؤتمر الآن يعني يقام في هذه الدورة يمكن في أحاديث كثيرة تدور عن طرح أرامكو، بالتأكيد سيكون يعني هو السؤال الأهم في يعني هذا المؤتمر، خصوصا في ظل الترقب من قبل يعني المستثمرين وأيضا الأسواق المالية بهذا الطرح، خصوصا أرامكو شركة ضخمة وشركة كبيرة، وبالتأكيد هذا الطرح يعني يعتبر حتى الآن في حال طرحه يعني هو الأضخم تاريخيا. بالتأكيد لو تم طرح اكتتاب أرامكو سيعتبر أكبر اكتتاب في تاريخ البشرية، وتمثل قيمة أرامكو على سبيل المثال لو ذكرنا شركة أبل، جوجل، إكسون موبيل، هذه الشركات الكبرى لو جمعناها مع بعض لم تأتي إلى تقريبا 80% من قيمة أرامكو. أيضا تمثل قيمة أرامكو على سبيل المثال اقتصاد فرنسا، أيضا تمثل 3 أضعاف اقتصاد تركيا، فهي بالتأكيد ضخمة ولا يستوعبها سوق واحد. لذلك هناك اهتمام كبير دولي في أن تطرح أسهم أرامكو لدى البورصة المخصصة لها، وأيضا من ناحية المستثمرين الذين يستثمرون في أكبر شركة في تاريخ البشرية. أستاذ حسام، يعني بالتأكيد يعني المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن كان هناك حديث الوزير المالية تحدث عن جذب يمكن أكثر من 70 مليار دولار خلال الفترة الماضية من خلال الأسواق المالية. في المقابل أيضا تقام هناك عدد يعني من الاتفاقيات تحدث في هذا المنتدى، يمكن العام الماضي كنا نتحدث عن أكثر تقريبا من 60 مليار دولار. في ظل هذا يعني في ظل هذه الأرقام، كيف يكون مثل هذا المؤتمر عامل جذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب وأيضا للشركات العالمية؟ بالتأكيد الاقتصاد السعودي الآن أصبح منفتح للجميع. جميع دول العالم الآن أصبحت تهتم كثيرا في الاستثمار في المملكة، أيضا السعودية تبادلها هذا الشيء في الاستثمار لديها. أيضا فعلى سبيل المثال هذا المنتدى أقامته السعودية من أجل هذا الاستثمارات من دول العالم، أيضا بالإضافة إلى فعاليات وبرامج أخرى لجذب المستثمر الأجنبي، وبالتأكيد هذا من صالح المملكة ولجميع المستثمرين بحول الله. ويمكن احنا شاهدنا خلال هذه الفترة هناك حراك يعني اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يعني بشكل كبير، ويمكن نستذكر كلمة الأمير محمد بن سلمان حينما ذكر وقال أنه الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة خلال الفترة الماضية. فعلا كما ذكرت أنه هذا المنتدى ليس فقط مخصص لاقتصاد المملكة، وإنما هو اقتصاد دولي وأيضا لدول الإقليم. فكما ذكر سمو الأمير محمد بن سلمان بأن الشرق الأوسط سوف تصبح أوروبا الجديدة، فهو ليس حديث فقط، وإنما هناك أفعال ومنها هذا المنتدى التي سيعزز إن شاء الله وتصبح هذه المنطقة إن شاء الله أفضل منطقة في العالم بحول الله. جميل، يمكن من ضمن المحاور بالنسبة لهذا المنتدى أحد المواضيع تقنية الجيل الخامس، وبالتأكيد هناك تركيز يعني من العالم بالنسبة لهذه التقنية، خصوصا إذا ما تحدثنا عن الثورة الصناعية الرابعة نتحدث عن ثورة التكنولوجيا، وبالتالي كيف سيكون انعكاس ذلك على المملكة العربية السعودية من خلال الخبرات التي ستتواجد، خصوصا أن هناك تحول رقمي تستهدفه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030؟ بالتأكيد السعودية تهتم الآن في التحول الرقمي في ظل الجيل الخامس،
وذلك لتمكين وتسريع تحقيق رؤية 2030 بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة وصنع وظائف جديدة، وبالإضافة إلى حكومة رقمية لمشاركة البيانات ما بينها من أجل تقديم فعالية وجودة في الخدمات. جميل. أخيرا أستاذ حسام، ماذا نتوقع يعني من هذا المؤتمر في هذا العام، وكم يعني متوقع تكون هناك يعني مبالغ أو صفقات أو اتفاقات من خلاله؟ أعتقد مثل ما نجحت النسختين الماضيتين بأن إن شاء الله سوف تنجح هذه في نسختها الثالثة، وأيضا لم يسميه الإعلام الأجنبي بدافوس الصحراء عبثا، وإنما فعلا تستحق كلمة دافوس بسبب نجاحها الكبير دوليا. فبحول الله إن شاء الله من يعني مرئياتنا الآن في الاهتمام الكبير وحضور الوفود الكبيرة من جميع دول العالم بأن نجاح هذه النسخة إن شاء الله سوف يحصل بحول الله بمشيئة الله. المستشار الاقتصادي الأستاذ حسام تخيل، كنت متحدثا عن منتدى مستقبل الاستثمار، شكرا لحضورك.